اهلا بكم مشاهدينا الكرام وجوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. نبدا هذه الجوله بالصحف المحليه ونقرا من صحيفه الاخبار. السيسي يفتتح طريق الكباش في احتفاليه تبهر العالم ويتفقد ميدانيا اوضاع المتضررين من سيول اسوان. إشادة دولية بجهود الرئيس السيسي لإنجاح منتدى غاز شرق المتوسط. مدبولي تفعيل برنامج طروحات الشركات الحكومية. من جانبها كتبت صحيفة الشروق: وزير الآثار، الحفريات مستمرة في طريق الكباش وحفل الافتتاح كان تحديا كبيرا. مدير آثار الكرنك: احتفالية طريق الكباش مبهرة وتليق باسم مصر. متحدث الخارجية الاحتفالية مدعاة للفخر وعرس للحضارة المصرية. من صحيفة الجمهورية: الرئيس تفقد القرى المتضررة من السيول بأسوان وطمأن الأهالي وضم قرى السيول لمبادرة حياة كريمة. الفريق الأول محمد زكي يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء والتقي رجال الجيش الثاني الميداني. وزير الدفاع للمقاتلين: أطالبكم بضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي والقدرة على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار. من صحيفة اليوم السابع: سي ان ان تبرز فعالية افتتاح طريق الكباش وتؤكد احتفالية ضخمة. الأوقاف تفتتح اليوم 31 مسجدا وتفرش 358 ضمن مبادرة حياة كريمة. الأرصاد شبورة مائية على الطرق بالوجه البحري والعظمى بالقاهرة 26 درجة. نتحول مشاهدينا إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. مصر تعيد افتتاح طريق الكباش التاريخي بحفل باهر يربط بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700 متر. المبعوث الأممي يطرح بقاء القذافي حتى الانتخابات. بلدية القدس الاحتلالية تصادق على إنشاء مستوطنة تقام على أرض مطار فلسطين الدولي وتتسع ل 11,000 وحدة سكنية. من صحيفة عمان اليوم: احتفالية طريق الكباش الفرعوني بالأقصر تستعيد مشاهد عمرها 3500 عام. استقالة ثلاث قاضيات في لبنان احتجاجا على تدخل السياسيين. القضاء اللبناني يرد أربع دعاوى تمهيدا لاستئناف تحقيقات مرفأ بيروت. 73 يتنافسون على رئاسة ليبيا واستبعاد سيف الإسلام القذافي. المبعوث الأممي يرجى الاستقالة ويحذر من فراغ في السلطة. من صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ: مصر تفتتح أقدم ممر تاريخي في العالم بمدينة الأقصر. المفوضية العراقية تنهي إعادة الفرز اليدوي وتعلن تطابق النتائج. تعزيزات جديدة للقواعد الأمريكية شمال شرقي سوريا. من صحيفة الرياض: السعودية، الأقصر تجذب أنظار العالم باستعادة احتفالية طريق الكباش الفرعوني. الولايات المتحدة تقرر تخفيف العقوبات على النظام السوري. مليونية الوفاء للشهداء في السودان أول اختبار لحمدوق. على نهج داعش والقاعدة، الحوثي ينشر الموت في عدن. ننتقل إلى جولة في الصحف العالمية نستهلها بصحيفة إندبندنت البريطانية. مصر تكشف عن طريق الكباش الذي يرجع تاريخه إلى 3000 عام بعد تجديده في مدينة الأقصر. بريطانيا تدق ناقوس الخطر بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا، ولندن تمنع دخول المسافرين من 6 دول أفريقية. صيادون فرنسيون يهددون بإغلاق نفق المانش احتجاجا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من صحيفة غارديان البريطانية: الصين تتهم الولايات المتحدة بارتكاب خطأ بعد دعوة بايدن تايوان حضور قمة الديمقراطية وبكين. تحث واشنطن على التمسك بمبدأ الصين الواحدة
وسط تصاعد التوترات بشأن تايوان. سقوط 52 ضحية من عمال المناجم وعمال الإنقاذ لقوا حتفهم في منجم في سيبيريا. منظمة الصحة العالمية تقوم بتقييم متغير كوفيد-19 الجديد على التحور مع تكثيف البلدان لإجراءات الفحوصات الصحية. من صحيفة واشنطن تايمز، نرصد التغييرات ملحوظة في قيادة ألمانيا مع استعداد ميركل للرحيل. غرق مهاجرين في القناة الإنجليزي يغذي التوترات بين المملكة المتحدة وفرنسا. إيطاليا تستهدف غير المحصنين بلقاح كورونا بقيود مع ارتفاع حالات الإصابة. الاتحاد الأوروبي يصرح باستخدام لقاح كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما. ونتحول إلى صحيفة البايس الإسبانية، منها نطالع: مصر تحتفل باستعادة روعة طريق الكباش التاريخي مع لمسات معاصرة لعيد أبط الفرعوني. اليمين البرتغالي يسعى إلى إيجاد بديل لرئيس الوزراء أنطونيو كوستا. أولاف شولز المستشار الألماني الجديد يعد بمزيد من الحقوق للمهاجرين والشباب والنساء. بعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: إجبار الأطفال على الطعام خطأ كبير. تناولت الصحيفة أحد الدراسات التي تشير إلى الآثار النفسية السيئة المترتبة على إرغام الأطفال على تناول الطعام. أكدت أهمية أن يتعامل الآباء بالحكمة والمرونة والإقناع مع أطفالهم. وأشارت الدراسة أن إرغام الأطفال على تناول طعام محدد يولد لديهم شعور داخلي برفض هذا النوع من الطعام، يجعلهم يعزفون عن تناوله، وهو ما يؤدي لاضطراب لتجنب الطعام بسبب أن بيئة الطعام لم تكن مشجعة. من ديلي ميل البريطانية نطالع دراسة بعنوان: تناول القهوة يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر. كشفت دراسة أن شرب القهوة بكميات كبيرة يجعل الإنسان أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. وعكف باحثون أستراليون في كلية الطب بجامعة سيدني على دراسة نمط الحياة حتى الشيخوخة، فوجدوا أن تناول القهوة قد أثر على معدل التدهور المعرفي أكثر من 200 أسترالي على مدى عقد كامل. كما ظهرت النتائج ارتباطا بين القهوة والعديد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالوظائف الإدراكية. ختام جولتنا الصحفية، شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.